معاكم يا جماعة في حلقة جديدة وفي سلسلة جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأسلحة اللي بيستخدمها الجيش المصري. أتمنى إن السلسلة دي إن شاء الله تنال إعجابكم، وهنتكلم النهاردة عن أسلحة المشاة بالتحديد، وهنتكلم عن أول سلاح بيستخدمه الجيش المصري من أسلحة المشاة وهو المسدس توكاريف. والمسدس توكاريف بشكل عام هو مسدس روسي الأصل نص آلي وذات التحميل من عيار 7.62 ملي. والميزة في المسدس ده ان هو يعتبر من المسدسات النص آلية. والمسدس توكاريف البلد الاصل او بلد المنشأ ليه هو الاتحاد السوفيتي، وفي فرق كبير بين الاتحاد السوفيتي وبين روسيا الاتحادية، لان انا بلاحظ كتير جدا الناس بتخلط بين الاثنين، بس ده حاجة وده حاجة. الاتحاد السوفيتي هو دول كتير جدا زي روسيا وبيلاروسيا واوكرانيا وطاجكستان واوزبكستان كمجموعة من الدول. اما الاتحاد السوفيتي بعد ما تفكك تقسم الدول كتير جدا اللي منها روسيا، وتعتبر هي الوريث الشرعي واللي عاصمتها نفس عاصمة الاتحاد السوفيتي اللي هي موسكو. بس تعتبر روسيا هي اقوى دولة من كل النواحي من الدول الاتحاد السوفيتي بعد ما تفك. زي ما احنا عارفين معظم الاسلحة بيكون ليها اجيال، والجيل الاول من سلاح توكاريف اتأسس في ثلاثينيات القرن الماضي وكان اسمه T-30. وصاحب تصميم المسدس ده هو المهندس والمصمم الروسي فيدرو توكاريف، واللي صمم المسدس ده عشان يحل محل المسدس الروسي القديم ناكانت، واللي كان المسدس ده مستخدم من عهد قيصرة روسيا. وسنة 1930 قرر المجلس الثوري السوفيتي ان هو يختار عدد من تصاميم الاسلحة الفردية عشان تحل محل الاسلحة القديمة، وده كان بالتحديد سنة 1930. ومن ضمن التصاميم اللي وافق عليها المجلس الثوري السوفيتي هو المسدس توكاريف. بس عشان المسدس ده يقدر المجلس الثوري ان هو يوافق على ان هو يخش الخدمة، احتاج ان هو يعرضوا على بعض المهندسين عشان المهندسين دول يعملوا على المسدس ده شوية تعديلات فيقدر المسدس ان هو يخش الخدمة. والتعديلات دي كان بيتم اجراءها على الاسلحة، عشان احنا عارفين ان المكان اللي كان موجود فيه الاتحاد السوفيتي جغرافيا منطقة دي برد جدا، زائد ان الاتحاد السوفيتي موجود الجزء الشمالي ليه هو القطب الشمالي، والجزء الشمالي للاتحاد السوفيتي هما حاجة واحدة. فعشان كده كانوا بيدخلوا تعديلات على الاسلحة عشان يقدروا يستخدموا الاسلحة دي في الاجواء السوفيتية والاجواء الروسية بالتحديد. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن مواصفات المسدس توكاريف. ومن المواصفات المهمة جدا للمسدس ده اول حاجة ان هو مسدس ذات التحميل، دي من المواصفات الاهم فيه. وتاني مواصفات المهمة فيه ان هو عيار الخرطوشة بتاعته حوالي 25 × 7.62 ملم، وطول سبطانة المسدس 116 ملم، وطول المسدس كله بشكل عام هو 194 ملم، وارتفاع المسدس هو 134 ملم، ووزن المسدس هو 854 جرام. بالنسبة للطلقة بتاعت المسدس فهي المدى بتاعها 50 متر، والسرعة بتاعتها عبارة عن 480 متر لكل ثانية. اما الخزنة بتاعت المسدس فهي فيها 8 طلقات، كل طلقة منهم قابلة للانفصال. لما نتكلم عن مستخدمين مسدس زي توكاريف هنلاقي انه عدد كبير جدا من الدول. عدد دول العالم المستخدمين للمسدس ده هم 44 دولة، من ضمنهم كدول عربية مصر والعراق وليبيا والجزائر. وبالنسبة لمستخدمين السلاح ده من دول افريقيا هما بنين والكونغو وتشاد وزامبيا. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله اتمنى ان السلسلة اللي هبدأ فيها اللي هي اسلحة الجيش المصري تعجبكم، وهنتكلم فيها عن افرع كتير لاسلحة الجيش المصري زي الطيران والدفاع الجوي والدبابات والمدفعية وغيرها. وهنتكلم برضو فيها عن السياسة اللي بيقوم بيها الجيش بتسليح نفسه، اذا كانت مجهودات ذاتية من المصانع الجيش او استيراد من دول تانية. وهتلاقوا اللينكات بتاعتي كلها تحت في الديسكريبشن، وان شاء الله الحلقة الجاية هكمل كلامي فيها عن اسلحة مشاركة الجيش. سلام عليكم.